السلام عليكم، معكم في لغ مروى إساويرا. اليوم الحمد لله كاين شويه الاقبال، اللهم لك الحمد، ولكن السلعه طالعه في الثمن. السلعه الحمد لله اليوم طالعه في الثمن. بالنسبه للغوز اللي كيخرجوا اليوم بزاف هو الورد الاحمر، هو اللي كيتمشى بزاف اليوم، والناس كاين اقبال بزاف على الاحمر، واللون الاخرين الغوز والحم والبيض شويه. بالنسبه اليوم كاين عيد الحب لو 14 فبراير. بالنسبه للغوز الاخرين بحال الغوز والبيض شويه ما كانش عليهم اللي قبل، اللي جا كيقول لك عطيني بوكي احمر. دابا حنا لنا المناسبات لا شويه طول العام شويه، دابا حنا لنا المناسبات، دابا بحال راس العام وعندك 14 فبراير و 8 مارس، ولكن السلعه كتكون طالعه، كتكون طالعه السلعه. لي غوز لي غوز هما اللي كيتستهلوك بزاف، اما بحال الليليس وعندك ستريليزيا وعندك القرنفل شويه ماشي بزاف. كيجي بنادم كيقول لك صوب لي البوكي بلي غوز اكثريا. كيجي الناس عاديين زعما، ماشي زعما كيجي بنادم كيقول لك صوب لي البوكي عادي ماشي مشكل. الناس مزوجين، الناس كلشي، كاين اللي كيدي الوالده، كاين اللي كيدي كل واحد شنو هو، كل واحد شنو زعما، ماشي زعما كيجيب لنا يدي لصاحبته، لا كاين اللي كيدي لمرتو، كاين اللي كيدي لامو، كاين كل واحد هو. شنو الاثمنه اليوم؟ الورده الحمراء كاينه حتى 15 درهم، كاينه حتى الورده الحمراء كاينه حتى 15 درهم بالنسبه للي بوكي. بالنسبه للي بوكي دابا بحال لوزي، كاينه الباكيه، كاين اللي كيبغي نص باكيه، كاينه 50 درهم، كاينه 80 درهم، كاينه 100 درهم على حسب. ولي بوكي بحال هكا، لي بوكي تقريبا بحال هكا كيبداو من 50 درهم، كيبداو من 50 درهم لا غير في هاد في اليوم ماشي قبل، غير اليوم كطلع السلعه شويه طلعنا حتى انا شويه. بالنسبه للتزيين ديال شحال من حاجه، شحال من حاجه بحال العرسات ما كاينش في كورونا، ولي زوطيل حتى هما ما كاينينش. المهم ضرينا في كورونا ماشي زعما، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، ضرينا بزاف في كورونا ولكن الحمد لله. لا ما يمكنش الا فاتت عندك هاد 3 ايام هنا راه مشات، خص 3 ايام هي تخرج، اما زعما اللي بقات عندك سمانه هنا لا ما يمكنش، كتكون الخساره. لا ما كاين، لا ما كاين لا دعم لا والو، ما كاين لا دعم لا والو. مصويره شويه حيت مدينه سياحيه، فات كورونا ما دايرنا معنا والو، ناقصه القضيه بزاف كاع، ولكن حنا كنخدموها في هاد العيد بحال هكا، بحال راس العام. راس العام والو داز عندنا والو، حيت الحكومه سدات لينا لوطيلات وسدات الخط الجوي ما كاين والو. ودابا حتى الشهر جوج في هاد النهار هذا طالعه السلعه بزاف، بنادم كتقول لي الثمن كيتخلع، لان الا قلت ليه الثمن كيتخلع ودي يقول لك عاد تزدي في الثمن، ولكن ماشي حنا اللي زدنا، راه حتى حنا شدنا سلعه غاليه واجمتي شويه شويه، ما كاينش اقبال بزاف، ماشي بحال العيمان اللي فاتوا، ماشي بحال العيمان اللي فاتوا كاين اقبال شويه، اما دابا لا شويه ناقصه القضيه، ماشي بحال ديك العيمان كنا كنخدموا الحمد لله زعما ماشي، ولكن اليوم ناقصه القضيه ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. ورساله للناس، حنا راه كنتعاملوا مع الناس في جميع المدن ومدينه الصويره ومحبب الجميع.
وصراحة الجو ماشي الجو ديال الصويرة في عيد الحب ماشي بحال الأجواء في مناطق أخرى، لأن المدينة ديالنا شي شوية ناسنا منطويين، راك كيف شتي قبيلة كاينين الناس اللي شراو الورد وخباوه، عرفتي الناس كاين كيحشم، كاين اللي ما عندناش ديك الجرأة الكافية باش نعبروا على أحاسيسنا مباشرة، ولكن كتبقى كيبقى الإحساس راه إحساس احنا راه بطبيعتنا بشر وكلنا كنحسوا نفس الاحساس. الحب راه ماشي كيعني غير الحب تجاه الانثى، راه كي بالعكس راه هو الحب تجاه الام، تجاه الاخ، تجاه الاسره، تجاه الوالدين، تجاه هذا. وبالمناسبه تنقول عيد الحب لجميع الاسر المغربيه كبيرا وصغيرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.